السلام عليكم ورحمة الله، من قناة عبود فور كارس أحييكم. سيارة لكزس الإكس 600، تصوير من داخل الوكالة، طبعا باللون العشبي، موديل 2023. بصراحة السيارة يعني على الأمر الواقع تختلف بكثير عن التصوير، يعني تشعر إذا كنت بجانب السيارة تشعر فيها الفخامة. والعيب اللي وجدناه يعني عند الكثير آرائهم يعني هو خلفية السيارة، مؤخرة السيارة. أما بصراحة الجوانب أيضا يعني الداخلية للسيارة ما شاء الله تبارك الله، يعني تشعر يعني كأنك تقود طائرة حقيقة. يعني اللكزس من الداخل فخامة، ومثل ما شايفين يعني السيارة يعني صراحة تمتاز بمقدمة رهيبة جدا جدا. وكما ذكرت سابقا يعني السيارة بصراحة على الأمر الواقع تختلف بكثير عن التصوير. وأترك لكم المجال يعني في التعبير وآرائكم وتعليقاتكم.